أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صحة الحديث من وسع على عياله في يوم عاشوراء أوسع الله عليه، وهل يعمل به؟ لا أصل له، يوم عاشوراء ما يعمل فيه شيء غير الصيام، ما يعمل فيه توسعة على العيال ولا يحدث فيه أي شيء ما عدا الصيام، هو اللي صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والزيادات لا خير فيها، بدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم يصح حديث في تخصيص يوم عاشوراء بالإنفاق أو بالفرح أو بالسرور أو غير ذلك، وإن كان العوام يسمون عيد العمر، يقولون العمر، العمر محرم يسمونها العمر ويقولون عيد العمر، لا ما هو بعيد هذا، وليس سمى عيد، سمى يوم عاشوراء. نعم.